متفق عليه، لكن البعض يصر على أن يثير الشكوك حولها باسم التنوير تارة وباسم الإلحاد تارة. التنوير بإخراج النص الشرعي عن معناه هذا يضعف قيمة النص في قلب الإنسان. حصة إعلامية كهذه الحصة نعم. مناسبة لأن نفضح هذا الزيف. ما هو التنوير؟ التنوير الحق هو نور النبوة. نحن نحتاج أن نفهم الناس أولا ماذا تعنون بالتنوير؟ هذا التنوير المزعوم الذي يتحدثون عنه إنما هو في الحقيقة خطوة للإلحاد. لعبة المصطلح هنا خطير. يستخدمون نفس هذه المصطلحات للهجوم على معنى النص الشرعي، يحاولون من خلالها تشكيك الناس في دينهم. متفق عليه. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. الذكر فيك يطيب والقرآن